الله بالخير. اليوم عندنا صالونة بامية. طبعا في احد المتابعين طلب مني اسوي الصالونة، لكن استغلينا الفرصة الكباب اللي امس زاد عندي بهرته وخليته في الثلاجة تبهير عادي، ملح وبزار وحطيته في الثلاجة. مكوناته عندنا بامية، كيس بامية، زيت زيتون، صلصة، طماط، فلفل حار احمر، فلفل اسود، بزار، سنوت، ملح، عندنا حب صحيح، درسين، هيل، خردل، مسمار، كمون، وهنا عندنا بصل وجلجلان او بقدونس وزنجبيل وثوم حسب الرغبه مو مشكله. حتى هذه تقدرون تستغنون عنها. بنسويها بطريقه بسيطه وحلوه. نشوف المرحله. نحط البصل، الزيتون، الزيتون دائما نحضريها نخليه يقلي، ننزل الشيء من العقب من الزيت. الزيتون عشان ما يحترق. الزيتون يحترق خلاص. هالطريقة ما يحترق. زيت الزيتون، زيت الزيتون ما يضر. حتى لو كثر كمون وخردل ومسمار وهيل ودارسين ننزلها بالحمد. بزار مثل ما ذكرت، الفلفل الحار، فلفل اسود، بزار، سنوت، ملح. صلصة. نزل الجلجلان. دهن نفسه بنقلي فيه البطاطا، هاي اللحمة ضربنا هذه الصالونة بننزل الحين، شوف هو حار اللحم، ننزله ما نخليه يبرد. بامية ناشفة أو مجففة صغيرة، شوف شلون حجمها، صغيرة صغيرة، ننزلها وعندي هني باميتنا بننزلها. على الجدر خلاص بهذه الطريقه، ونسكر على جدرنا لمده نص ساعه. صالونتنا احنا ضفنا البطاطا لانه ممكن في حد ممكن في البيت ما يحب ياكل الباميه، ياكل اللحم مثل ما تشوفون اللحم شلون ذايب ذايب، اللحم ما يحتاج شلون ما يحتاج خوش شيء. الحين بنزين صحننا قبل الفطور باميه بهالطريقه، الباميه ذايبه بعد. هذه الطريقه وعندنا هني مكسرات بنزين فيها بعد ويا الزبيب. وننتظر النتيجة. ننزله حار في وياه. هذا الطريق. كان هو حار. أحب أن